السلام عليكم، فين اخوتي؟ بخير؟ مزيانين؟ هانيين؟ هانيين بخير. اش كتعاودوا؟ جبرتوني في بوردو دابا فرنسا، نستناو الجديد ان شاء الله يا ربي شي حاجه جديده غندخل عندكم ان شاء الله، نرجعكم فلوغات، غنرجعكم بزاف د الحاجات في اقرب وقت ان شاء الله. شي حاجه جديده، شي حاجه كلشي غيتبدل، مفاجاه وبزاف د الحاجات. دابا جبرتوني حاليا في بوردو، المهم غنقول لكم شوف رجعت ساكن هنا ولا فهاد داكشي، غنخلي لكم سوربريز. جانا كنهضرو فرونسي، مابقيناش كنقولو سوربريز، نقولو سوربريز. ها المحطة د بوردو اخوتي، هاهي بارل فرونسي مدام مادموزيل، بيان فيني لو بالون سوغ لو تيغان. المشكلة ديالهم العشرة كيشدو كلشي ياسر. ها المحطة ديال الكيرا ديال التران. المهم هز في الصاك في الطريق، كنقول لكم تعرفوا حق الرجال. المهم اخوتي استناو ان شاء الله المخزن، استناو ان شاء الله المفاجاه. هذه هي بوردو كما كتشوفوا. الله دابا المهم اخوتي هذه جايب يومين هنايا، ها هي المحطه، باقي ان شاء الله مفاجاه. قبل ما نطول عليكم في فيديو، هذا الفيديو عملته غير قصير صراحة الله اخوتي، غنبدل لكم كلشي، يعني المحتوى غيتبدل، نرجعوا الفلوقات، نرجعوا كلشي. المهم فهاد الفيديو غيبانوا الناس اللي كيتبعونا والناس اللي كيبغيونا، وتحياتي للجميع. تهلاو في راسكم الاخوان، ونشوفوا في الفيديو اللي ما يجي ان شاء الله، اللي هتكون مفاجاه وبزاف الحاجات. هانتوما كتشوفوا حتى هنايا عندهم السكيريه، ماشي غير المغاربة، حنا عندنا السكيريه على الاخوان. المهم ما نطولش في الفيديو حتى من عيدة، غيبت عليكم طولت بزاف، ولكن هاد الغايبه يعني اختار من شهر ما نزلت شي حاجه، كنزل لكم غير شي حاجه ديجا كنت نزلتها. هادشي اللي كاين الاخوان، تهلاو في راسكم، تشوفوا فيديو ماجي، السلام عليكم.